وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك بعض الأخطاء يقعون فيها بعض النحالين عندما يقومون بجني العسل، ومن بين هذه الأخطاء هو أنهم يقومون بنزع الإطارات ويقومون بفرزها بواسطة الفراز، ومن بعد ذلك يقومون بتخزينها مباشرة، لا يقومون بإرجاعها إلى النحل كي يقوم بتنظيفها ويقومون بتخزينها مباشرة. فهنا أخي الكريم ستصبح عرضة لدودة الشمع، فوالله بعد 3 أيام ستجد بأن دودة الشمع قد احتلت كل الإطار. أنا جربت هذا، تركت إطارات بهم عسل، يعني لم أقم بإرجاعهم للخلية لأنه كانت عندي بعض الظروف. خلال 3 أيام عندما تفقدت تلك الإطارات وجدت بأن دودة الشمع قد غزت كل الإطار. فلذلك أنصحكم إخواني الكرام بأنكم عندما تقومون بجني العسل قوموا بإرجاع الإطارات للنحل لكي يقوم بتنظيفها، ومن بعد ذلك قوموا بتخزينها إن أردتم أن تقومون بتخزينها. هذا الأمر الأول إخواني الكرام يجب عليكم أن تفهموه جيدا، يعني عندما تقومون بفرز العسل من الإطار قوموا بإرجاعه إلى الخلية لكي يقوم النحل بتنظيفه، ومن بعد ذلك قوموا بنزعه. الأمر الثاني وهو أن هناك بعض الناس عندما يقومون بجني العسل ويرجعون الإطارات إلى العاسلة لكي يقوم النحل بتنظيفهم يتركون الإطارات كما هي، لا يقومون بمراقبة الخلية إلا بعد يعني انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، يتفقدون الخلية يجدون بأن معظم الخلايا أصبحت عرضة لدودة الشمع، ويجدون أيضا أن هناك بعض الخلايا الشمع قد داب في الخلية وأصبحت غير صالحة. المهم أنه تحدث كوارث لأنهم لم يترقبوا الخلايا. فكما تعلمون إخواني الكرام فعندما تقومون بجني العسل عندما تكون الخلية متكونة من 10 إطارات في العاسلة وأنت تنزع مثلا 7 إطارات وتترك لها 3 إطارات عسل، فعندما تجني العسل أنت أخي الكريم ماذا يفعل النحل؟ يبدأ يحتسب كثافة النحل مع مخزون العسل، فإذا وجد بأن المخزون لا يكفي لكثافة النحل الموجودة في الخلية فيقوم مباشرة بإخراج الذكور لكي تموت، وعندما يجد بأن المخزون لا يكفي يقوم بإخراج الشغالات المريضة، وعندما يجد بأن المخزون لا يكفي يقوم بإخراج الشغالات الكبيرة في السن، وعندما لا يجد بأن المخزون لا يكفي حتى أنه يضطر إلى التطريد يقوم بالتطريد. عندما يجد بأن المخزون لا يكفي له يقوم بالتطريد إخواني الكرام. فالنحل هنا يجب عليه أن يجد داخل الخلية المخزون يكفي للكثافة الموجودة داخل الخلية لكي تجتاز فصل الصيف وكذلك تجتاز فصل الشتاء. فأنت أخي الكريم عندما ترجع الإطارات بعد أسبوع عندما تتفقد الخلية ستجد الخلية بأنها قد انهارت، أصبحت ضعيفة، كانت في العاسلة ب10 إطارات مملوءة بالنحل فأصبحت ب7 إطارات أو أصبحت ب6 إطارات أو أصبحت ب5 إطارات. فهنا أخي الكريم عندما تنقص كثافة النحل تصبح الإطارات الفارغة هذه عرضة لدودة الشمع وعرضة للأمراض. فلذلك دائما أنا أقول لكم عندما ترجعون الإطارات إلى العاسلة ويقوم النحل بتنظيفها بعد أسبوع أو 10 أيام تفقدوا الخلايا. إن وجدتم بأن النحل قد نقص وأصبحت الإطارات لا يتجمع عليها النحل فقم بنزعها وتخزينها يا أخي الكريم. والأمر الثالث إخواني الكرام وهذا الأمر يراودني كثيرا أن هناك بعض الناس يقولون، لا أعلم قالوا لي، لأن بعض الناس قالوا لي على القناة، هل نقوم بتغذية النحل في فصل الصيف بالعجينة البروتينية أو المحلول السكري التحفيزي وبدائل الحبوب اللقاح أو حبوب اللقاح، متى نقوم بتقديم هذه التغذية؟ لأن هناك بعض الناس يقولون بأن هذه التغذية نقوم بتغذيتها في هذا الوقت. لا يا أخي الكريم تمعن معي جيدا، هو النحل غريزيا الملكة في فصل الصيف تقلل من وضع البيض،
وهناك بعض المناطق تجد الملكة لا تضع البيض لمدة 15 يوم. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا لا تضع الملكة البيض وتقلل البيض في فصل الصيف؟ وهو لأمران إخواني الكرام. الأمر الأول لأن النحل غريزيا عندما تقوم الملكة بتقليل البيض فهنا النحل يقوم بتنظيف نفسه، يعني بمعالجة نفسه، وتسمى هذه الظاهرة الظاهرة اللمفاوية، يعني النحل يقوم بمعالجة نفسه من الأمراض مثل الفاروة، لأن الفاروة إخواني الكرام كما تعلمون تحب التعشيش في الحضنة وخاصة حضنة الذكور. فهنا عندما لا تضع الملكة البيض بكمية كبيرة فستجد في الخلية الحضنة قليلة، فالنحل يستطيع أن يتحكم في الفاروة، فلذلك تجد الملكة تقلل في وضع البيض في فصل الصيف. والأمر الثاني وهو أنه ينعدم المرعى، ينعدم المرعى ولا يوجد حبوب لقاح، ولا يوجد حبوب لقاح في الخارج، فالملكة هنا تقلل في وضع البيض لأنه لا يوجد مرعى، لديها مخزون لكي تقوم بتغذية اليرقات، لأن النحل كما قلت لكم إخواني الكرام أوحله الله سبحانه وتعالى ويعلم أشياء نحن لا نعلمها، فهو يعلم بأن العام جيد أو العام غير جيد وإلى غير ذلك. فتجد الملكة تقلل في وضع البيض لأنها تعلم بأن سيأتي فصل الصيف وترتفع درجة الحرارة بكمية كبيرة، ويأتي طائر الوروار، ويأتي أعداء النحل، فهنا يجب عليها أن تكون لديها مخزون كافي داخل الخلية، ويوجد كل شيء داخل الخلية لكي تبقى سبات، لأن قلت لكم بعض المناطق النحل يقوم بسبات في فصل الصيف. فلذلك إخواني الكرام التغذية بالعجينة البروتينية والمحلول السكري التحفيزي وتقديم حبوب اللقاح وبدائل حبوب اللقاح في فصل الصيف من عندي أنا قناة النحلة ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا، يقول لكم قناة النحلة ممنوع منعا باتا تقديم التغذية السكرية التحفيزية والتغذية البروتينية وحبوب اللقاح وبدائل حبوب اللقاح في فصل الصيف. نقدم هذه التغذية في فصل الخريف، في فصل الخريف، لأن هناك بعض المناطق في فصل الخريف يكون المرعى قليل، فهنا نقوم بتزويد النحل ببدائل حبوب اللقاح والتغذية التحفيزية أو التغذية البروتينية، يعني العجينة البروتينية، لكي نحفز النحل على تحفيز الملكة على وضع البيض، وذلك لاستقبال فصل الشتاء بكمية كبيرة. فلذلك إخواني الكرام احذروا، احذر الحذر ثم الحذر من تغذية النحل في هذا الوقت بالعجينة البروتينية وبدائل حبوب اللقاح أو حبوب اللقاح أو التغذية السكرية التحفيزية، لأنك ستحفز الملكة على وضع البيض بكمية كبيرة، ويبدأ يلتهم المخزون الموجود داخل الخلية، وتصبح الخلية ليس فيها مخزون ولا يوجد حبوب لقاح ولا يوجد أي شيء، وستموت الحضنة وتصبح الخلية عرضة للأمراض، ولن تجتاز لك فصل الشتاء يا أخي الكريم. هذا ما في الأمر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.